مساء الخير، مساء الجمال، اهلا بيكم في فقره جديده وجمالك دايما من الطبيعه. النهارده هنتكلم عن مشكله مهمه جدا، مشكله تساقط الشعر. عايزه اقول لكم يعني المشكله دي تقريبا عند نسبه كبيره جدا جدا من كل الناس، فئات عمريه مختلفه، رجاله ستات، ودايما بنبتدي ندور على يعني الوصفات وايه الادويه وايه الحاجات اللي نقدر ناخدها عشان نقدر نعمل كورس كده كويس جدا لعلاج تساقط الشعر. النهارده اقول لكم على حاجات مهمه جدا هنعملها مع بعض، لان علاج الشعر حاجات بتكمل بعض، مش هينفع ان احنا ناخد حاجه واحده ونسيب حاجه تانية، لازم نكمل كل الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها النهارده علشان نقدر نوصل نتيجه حلوه جدا في علاج تساقط الشعر. اهم حاجه امتى تقدري ان انت تقولي ان انت عندك تساقط شعر؟ هو في الطبيعي وفي العادي ان انت شعرك مبلول وانت بتسرحي شعرك مثلا، دي كلها حاجات بتعمل تساقط شعر بنسبه بسيطه جدا في اليوم ده، في خلال يوم، وده عادي جدا، وشعرها اللي بتقع بيطلع مكانها شعر تاني، وده الحالة الصحية الطبيعية، يعني مش لما يحصل لك كده تقولي انت عندك تساقط شعر. في حاجتين مهمين جدا ممكن تسأليهم لنفسك اول ما تلاقي يعني شوفي كده، بتبصي انت لما بتصحي من النوم بتلاقي في شعر كتير جدا بيقع على المخدة، يبقى انت كده عندك تساقط. طيب وانت بتسرحي شعرك بالفرشة بيحصل ان بيبقى في شعر كتير جدا، كمية كبيرة بتقع في الفرشة، مش اللي هي الشعر الطبيعي لما بتكون مثلا بتسلكي الشعر، لا، يبقى انت كده عندك تساقط. في الحالتين دول هتبتدي تشوفي سبب التساقط اللي عندك ايه. انت مثلا عندك انيميا، يبقى اول حاجه لما يبقى ان انت تلاقي عندك تساقط هتدوري على الناحيه الداخليه، لما بتكملي الناحيه الداخليه مع الزيوت والوصفات الحاجات اللي احنا بنعملها الخارجيه، يبقى انت كده جبتي يعني المشكله من بابها، جبتي بصي عملتي احسن حاجه. مهم جدا ان انت تشوفي المشكله داخليا، داخليا عندك انيميا، عندك نقص فيتامين في جسمك، عندك نقص فيتامين د، عندك مشكله في الغده، كل دي حاجات بتاثر على الشعر. بتاخدي مثلا حبوب منع الحمل، لسه خارجه من ولاده، فالفتره دي بتكون في تساقط شعر. مهم جدا انت تعرفي السبب، تعرفي السبب هتقدري تعرفي المده اللي انت هتعالجي فيها شعرك، دي حاجه. تاني حاجه هنعمل بقى مجموعه الحاجات مع بعض. اول حاجه هنعمل وصفة النهاردة، وهي دي الوصفة اللي انت هتستخدميها في فترة 3 شهور مع مية الرز، سبراي كده هنعمله حلو جدا مع الشامبو، مع يعني كذا حاجة النهاردة هنقولها. اول حاجة ومهم جدا انت تاخدي فيتامين، زي فيتامين مثلا، في كذا فيتامين موجود في الصيدليات تسألي عليها الدكتور، وتاخدي فيتامين لشعرك، في حاجات بتبقى خاصة بالشعر وبالضوافر وبالبشرة مع بعض، تسألي دكتور ليه، لان في بعض انواع الناس بتحصل لهم حبوب شويه كده في البشره لما بياخدوا فيتامين خاصه بالشعر، فاسالي الدكتور عليها في الصيدليه، وهتجيبي فيتامين الشعر وتاخدي تابلت منها، حبايه منها كل يوم بعد الفطار مثلا. يبقى اول حاجه ان انت تاخدي فيتامين تعوض تغذي الشعرايه من جوه الجسم. تاني حاجه هنعملها، هنعمل النهارده وصفه حلوه جدا سبراي. انتوا عارفين طبعا ان انت اول ما بتروحي اي يعني دكتور او تسالي اي حد على حاجه للشعر بيديكي سبراي للشعر، فاحنا النهارده هنعمل سبراي ميه الرز، دي حلوه جدا جدا للشعر، تستخدميها كل يوم. هتجيبي شويه رز زي دي في كوبايه كده، وتحطي عليها شويه ميه وتسيبيها تبات لتاني يوم، وتاني يوم تاخدي ميه الرز دي وتحطيها في سبراي وترشيها في شعرك. الميه دي بقى بتعمل ايه؟ بتنعم الشعر جدا، بتغذي البصيلات، بتخلي الشعر شكله حلو قوي، بتطول الشعر بسرعه جدا. طيب هو انت لما تحطيها تحتاجي انك تغسليها؟ لا، مش هتحتاجي انك تغسليها، ترشي في منابت الشعر كده وتبتدي تعملي مساج كل يوم الصبح. دي كده اول وصفه. تاني وصفه بقى لعلاج تساقط الشعر، وهي من الزيوت المهمه جدا اللي احنا هنعملها، اللي بتغذي بصيلات الشعر وبتقوي الشعر، فبالتالي بتخلي الشعر يطلع بسرعه وتغذي منابت الشعر. هنستخدم فيها زيت الحشيش الاخضر، هتحطي منه مثلا كميه حوالي معلقه كبيره، وبعدين هنحط عليه زيت ثوم، وزيت الثوم من الزيوت المهمه جدا لما يكون حد عنده علاج تساقط او ثعلبه او صلع، اي حاجه منابت الشعر يبقى لازم يكون فيها زيت ثوم وزيت جرجير، وبعدين زيت جرجير. يبقى احنا كده خدنا زيت الحشيش الاخضر للشعر، وزيت الثوم، وزيت الجرجير، وزيت الارجان، وهاخد زيت بذور العنب. ليه زيت بذور العنب؟ لان زيت بذور العنب بيحفز الدوره الدمويه، واحنا عايزين نعمل خليط من الزيوت يكون بيحفز الدوره الدمويه، بيغذي البصيلات، بيطول الشعر، بيتقل الشعر، فاحنا كده عملنا كل الخليط ده مع بعض. يبقى زيت الحشيش الاخضر، زيت الثوم مهم جدا، زيت الجرجير، وزيت الارجان، وزيت بذور العنب. هتخلطي كل سوري، هنخلط كل الزيوت دي
مع بعض ونبتدي نستخدمها على الشعر. نستخدمها ازاي؟ هندلك بيها، هندلك بخليط الزيوت دي فروة الراس ونعمل بيها مساج لفروة راسي مرتين في الاسبوع او مرة في الاسبوع على قد ما تقدري حسب التساقط، لكن لو طبعا التساقط عالي جدا يبقى لازم انت تعملي مرتين في الاسبوع. لو شعرك دهني هتغسليها الاول، هتغسلي شعرك الاول، ولو شعرك جاف هتحطي الزيوت على طول. طيب لما استخدم بقى الزيوت، احنا قلنا اول حاجه الفيتامين اللي هتاخديها ميه الروز سبراي اليومي. الزيوت اللي هتعمليها هتسرحي بفرشه خشب، هتستخدمي شامبوهات طبيعيه. ومن اكتر الشامبوهات اللي بتساعد على انبات الشعر وفي علاج التساقط وفراغات الشعر شامبو المورينجا او شامبو دهن النعام، لان بيكون فيها بروتين عالي جدا، البروتين ده هو اللي بيغذي شعرها فبيطلع الشعر بسرعه جدا. يبقى المهم ان احنا نستخدم تاني شامبو مورينجا او شامبو دهن النعام، ويكون شامبو طبيعي طبعا زيرو كيميكالز نهائي. ابعدي عن اي حاجه فيها كيميكال، سواء جل، كريمات، اي حاجه من الحاجات دي تبعدي عنها تماما علشان تقدري انك تغذي البصيلات بشكل قوي جدا. يبقى احنا قلنا الروتين عباره عن ايه؟ التابلت، ميه الرز، الزيوت، الشامبو، تسرحي بفرشه خشب. يبقى مجموعه الحاجات اللي احنا هنعملها مع بعض، التابلت اللي هتاخديها، ميه الرز هتحطيها كل يوم، الزيوت هتحطيها مرتين في الاسبوع، استخدام الشامبوهات الطبيعيه، الفرشه الطبيعيه، واخر حاجه هقول عليها الحنه الهنديه. من الحاجات المهمه جدا جدا في تغذيه بصيلات الشعر، بجد بتوقف التساقط بشكل هايل جدا. هنمشي على الكورس ده قد ايه؟ هنمشي من خلال شهر لثلاث شهور. من شهر لثلاث شهور هتلاقي نتيجه حلوه جدا، لكن احنا دايما بندي الشعر فرصه لوقت ثلاث شهور، لانك بعد الثلاث شهور بتلاقي نتيجه قويه جدا. لازم تمشي على الروتين ده كله مع بعض. احنا كده النهارده اتكلمنا عن الحاجات المفيده والمهمه جدا اللي هتعالج مشكله تساقط الشعر. اتمنى انتوا تكونوا استفدتوا، الفقره عجبتكم. عندكم اي سؤال ابعتوا لي على بيج البرنامج او البيج بتاعتي، وهرد عليها دايما في كل فقره. واستنونا كل يوم فقره جديده ووصفات جديده وجمالك من الطبيعه.